وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني. مرحبا بك دكتورة فاطمة. السلام عليكم ورحمة الله، أحييكم وأحيي مشاهديكم الكرام. وعليكم السلام. سيدتي، أصدرتم في المركز تقريرا توثقون فيه قتل المتظاهرين الذي جاء بأوامر حكومية مباشرة، ما أهم ما جاء في تقريركم؟ نعم، يعني كان هناك عدة تقارير توثق قيام القوات الحكومية بإصدار أوامر مباشرة للجنود ولمنتسبين هذه القوات الأمنية من أجل التصدي للمتظاهرين بإطلاق الرصاص الحي وبصورة مباشرة نحو المتظاهرين. كان من أهم ما ورد في هذا التقرير هو ما قام به نعمان المالكي أمر اللواء الأول من تهديده للمنتسبين في هذا اللواء بأن يمتثلوا الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين أو سوف يتم اتخاذ إجراءات ضد من لم يمتثل للأوامر. طبعا كان هذا بعلم رئيس أركان فرقة الرد السريع اللواء عباس الجبوري. طبعا هذا الشاهد كان من المنتسبين من الجنود المتواجدين في يوم 4 أكتوبر. نعم. أمر فرقة أيضا ثامر محمد أو المعروف بأبو تراب الحسيني، وهو من ميليشيا بدر، أيضا هو من نفس تشكيلات اللواء، أيضا هو من قام باستهداف وضرب المباشر على سيارات الإسعاف التي كانت طبعا متواجدة لإنقاذ الجرحى ونقل المصابين إلى المستشفيات. نعم دكتورة فاطمة، يعني حول الأسماء وثقتم بعض أسماء قيادات القوات الحكومية التي أمرت بإطلاق النار على المتظاهرين، هل كانت هذه الأوامر فردية أم أنها توجيهات عامة من قيادات تلك القوات؟ لا بالتأكيد، يعني لا يمكن لأي منتسب إلى أي جهة عسكرية أن يقوم بتنفيذ أي القيام بأي عمل فردي دون أن يكون ذلك بأوامر مباشرة من الذين هم أعلى مرتبة منه. هذا معروف في القواعد العسكرية، لا يمكن أن يطلق رصاصة واحدة إلا بأمر قائده، وإلا سوف يكون تحت طائلة المحاسبة، والمحاسبة العسكرية معروفة بشدتها. إذن الموضوع هنا، هناك أوامر عليا صدرت من رؤساء هذه الفرق والألوية، وهذه الأوامر يعني منسوبة حتى إلى القائد العام للقوات المسلحة يعني القادة العسكريين الرفيعين المستوى. يعني هناك كانت أوامر على المستويات، طبعا الحكومة قامت بإنكار ذلك وغيره، وهذا طبعا يعني شيء طبيعي أن تقوم بإنكار ذلك، ولكن الحقائق التي بدأت تتضح يوم بعد آخر يعني بجهود توثيقات التي قام بها المتظاهرون ومن ساندهم، نعم، أثبتت أن هناك أوامر عليا يعني قامت بتوجيه بضرب المتظاهرين، والدليل على ذلك هو العدد الكبير للقتلى الذي سقط بين والشهداء بين صفوف. نعم دكتورة فاطمة، يعني التقرير ذكر أن الأوامر شملت حتى إطلاق النار على سيارات الإسعاف، فلا يعد ذلك جريمة مركبة في القانون برأيكم؟ نعم بالتأكيد، يعني جريمة يعني إطلاق النار واستهداف الفرق الإغاثية، وتعتبر طبعا الإسعاف يعني هي من الفرق الإغاثية، هي جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب، وهي خرق لاتفاقية جنيف. بالإضافة إلى ذلك فهو استهداف للجرحى الذين هم الآن بحاجة إلى الإغاثة وبحاجة إلى يعني معالجتهم بدل استهدافهم. طبعا بالتأكيد هي تعتبر في نظر القانون سواء المحلي أو الدولي هي جريمة مركبة. نعم دكتورة فاطمة، يعني أنتم قلتم هي جريمة حرب، وهل من مسؤولية جنائية على عادل عبد المهدي بصفته القائد العام للقوات؟ أي منتسب في القوات الأمنية يقوم بارتكاب أي جريمة فهذه الجريمة تمتد إلى سلسلة الرؤساء الذين يرأسون هذا المنتسب، وصولا إلى القائد العام للقوات المسلحة باعتباره هو المسؤول الأول، لأن كان بإمكانه أن يتخذ إجراءات لأجل وقف هذه وقف إطلاق النار ضد المتظاهرين وضمان حياة المدنيين
والحفاظ، بالعكس على ذلك يجب الحفاظ على أمنهم وحماية أرواحهم، والذي قاموا به هو العكس من ذلك تماما، خاصة وأن الذي قام به المتظاهرين هو حق من حقوق الإنسان، ولم يتجاوزوا أو يعني يقوموا بأي عمل عنيف ضد القوات الأمنية، ولكن كان هناك عملية استخدام عنيف للقوة المفرطة ضد المتظاهرين فقط طبعا لأغراض في نفس الحكومة، معروف أنه لأغراض إسكات التظاهرات، وهذه مسؤوليتها تقع على عاتق الحكومة العراقية برئاسة عادل عبد المهدي. نعم، وصلت الفكرة دكتورة فاطمة العاني من لندن، شكرا لانضمامك إلينا.